سيطرة النهاردة يمكن فرح للمصريين بعودة حضرتك بعد رحلة من العلاج. عايزين نعرف ما دار ما بين حضرتك وما بين رئيس الوزراء، أهم رؤية حضرتك بعد العودة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر لله إن أنا في وسطيكم وبكلم معاكم، يعني ده كان أمل بعيد المنال بالنسبة لي. الحمد لله والشكر لله، معالي رئيس الوزراء كان معايا كلام الأب بالابن وقال لي كلمة مش هنساها أبدا، قال لي اللي بيننا وبين الإرهاب مسار وإحنا لازم ناخد مسار ولازم ناخد مسار. فيعني أكثر من كده يعني أقول الحمد لله والشكر لله، الحمد لله.